تحية لكم المشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير في احسن الظروف وصحة جيدة ان شاء الله يا ربي امين. جيتكم بفيديو جديد ونهار جديد، مرحبا بكم عند الدكالية حراق. جيتكم بواحد الفيديو اليوم اللي هو زوين تحفيزي، كله رشاقة ونشاط من الصبح حتى الليل. جيت بواحد الفيديو اللي هو جديد، بغيت نشاركه معاكم. علاش لا كتشوفوا خصكم الدكالية هيني ودرت في الأوضة العملية الجراحية الجليج. لا يا خوتي، قلت نشارك معاكم. انا راه بديت شي يومين هادي جربت وصدقت ليا وقلت ندير فيديو، علاش ما نشاركوش مع المشاهدين، نشارك معاكم الروتين ديالي شنو كندير في الدار ملي ما كنصورش ليكم على برا وما كان هذا ما فيها باس. الواحد هو اللي خدم بالذكاء ديالو والله العظيم. لا يا خوتي، عرفتي واحد الجليج تاع الدوش والله القسم من شحال هذا عرفتي عقدني، والله تعقدني. عرفتي كنمشي ندخل للدوش نتوضا نصيق، لكن هذاك سميتو ما بيننا غنوريك ما نشاركو معاكم. هذا الجليجه والجليجه خاوي كان غير فيه غير السمك حلا بعد معلمين الله، ماشي كلهم. تحيه للجليجيه والبنايه في المكانو، شي وحدين ما كان الدوش خدمتهم والله. وجدت المعلم الاول اخوتي قال لي خاصك تبدلي الجليج كامل تحيد، ماشي الجلجه الحيطه غير ديال الارضيه. مشيت سولتو قلت لي شحال تقام هذا الشيء، قال لي ما بين يدي وسميتو السلعه باش غنخدم لك والجليج واحد 2000 درهم ولا 2500 درهم. واخا عاودت واحد النهار كنفكر مع راسي، جات واحد جليجي عطات واحد الاقتراح قلت لي ممكن المعلم غادي تجي عافاك غادي تشوف هذيك الليمون وتعاود تحل هذاك الجليج غير تخلي لها صغير هذيك البلاصه يخويها بهذيك الليمون وتعمر بالسيمه. قال لي واخا، قلت لي شحال؟ قال لي 500 درهم. قلت لي واخا، وانا عطيتو اقتراح ما هو كيف معلم الاول، هو قال لي خاصو يتحيد الجليج خاصو يتقلع وتشري جليج اخر وسلعه اخرى ويتخدم. ايوا هادشي هو اللي كان. وانا نفكر بالدماغ ديالي قلت علاش هذاك الشيء اللي غيديروه الجليجيه والمولات، انا مولات الفكره علاش ما نطبقهاش انا بيدي. مشيت اخوتي جبت جوج دراهم ديال السيمه بيضاء، ها هي زلافه هادي هزيتها غير من الكوزينه. ايوا غادي نخلط اخوتي بشويه الماء يا اخوتي يا خواتاتي، نخلطوا العجين هكا بسم الله. انتم معايا اخوتي حتى تشوفوا الواحد هو اللي خدم الذكاء ديالو والله. ويل ويلي جريتو، خاصها تكون مطلوقه هكا بزاف، تكون محرحرة، خاصها تكون شي شويه بحال هي يابسه شي شويه. نزيد شويه ديال السيمه. عرفت واحد لافابو بدلتو ديال الدوش، راه كان بعد معلمين الله يسمح ليهم وصافي. جات السيد اللي بدلو ليا حيدو، ركبت واحد جديد كان عندي واحد كبير بزاف شاد لي، يعني ما كندخلو للدوش بحال مزاحمنا كبير. درت واحد صغير، درتو بواحد صغير شريتو، العود ما يدير السيمه مشى دار داك الماستيك. عرفتي داك الماستيك اخوتي ولا ما بين الحيط ولافابو ولا كحل وخزز، عرفتي؟ اقسم بالله الا كندخل انا كرهت والله تكرهت ندخل للدوش والله القاسم. عاد شديتو وليت باش تجي انا السيمه ما غاليش واحد جوج دراهم ولا ثلاثه درهم، جيب لي حتى خمسه دراهم ماشي مشكل. وقلت لي خاصك دير السيمه، قال لي لا. قلت لي واش هذاك ما كيغمش؟ قال لي لا كيبقى كما هو. قسمين بالله عرفتي ولا حالته بحال داك لافابو بحال راك ب 20 عام ولا 30 عام. مشيت جبت واحد الطورنوفيس وقلعت داك الشيء راه البارح قلعتو، حيدتو كله داك الماستيك مخزز خضر حيدتو وضربت لافابو واحد الحكه ودرت السيمه. غنشاركها معكم وغنمشي نوريكم الجلي شحال خدمت من الجلي، عاد غنكمل. وقبل ما نوريكم غنشارك معكم، راني حكيت المويعنات بزيكس شي مويعنات خليتهم لمعو، نوريكم الدكريه والحدا كدير شنو كضل دير في النهار. ايوا الواحد هو اللي اقتصد على راسه والله. شنو خوتي كنقتصد بحال هادشي كنقتصد فيه شوي، ولكن المصروف ما كنقتصدش، هادي اللي خايبه فيا. كنمشي على حاجه ولا جوج حاجات المارشي وما كنجي حتى كنخول بالزطام كامل ما كنخلي حتى ليا، كنبقى هادي خاصه هادي قربت القاده ما كاينش اللي غيتسخر ليا هادي هادي هادي. فكن عازر خاصني نزيد شويه السيمه. صافي على ما اظن داك النهار خدمت غير بصباعي كل الحمد لله، ما حيت السيمه راه واعره كنت نبل اليدين الحمد لله. بعدا ما وقع لي اليد والو، دابا قلت عدي هذا القفازات ولا اللي قالت بسميتهم، لبست واحد الوحيده
كنعرفش اخوتي انا كنخدم بهم القسم بالله، راه كيقول لي ما تبغي تكون معايا بالزيكه صرت تخدمي بجافيل ولا شي برودي ديريهم من عند الله كيعفنوني، كنخدم بيديا مباشره. والمهم الخوت ديالي هانتوما معايا. هانتوما قبل ما غنمشي نصاوب الجليج نكملو، شارك معاكم هزيت المويعنات اللي كتجاب ده في رمضان، كل شيء تغسل وتزيف وتحس البلاكار الفوق. هانتوما خليت غير اللي غنشقى بيهم، خليتهم قراب ليا لهنا، وشي مويعنات خبيتهم تحت البوطاجي بقاو قراب ليا ما فيه ما تعنكش. ها المويعنات اخوتي اللي حكيته، هادو ضروري مخصم يتحكم. سمح لي خوت، راه سميتو الحال بدا كيطلع من تقريبا المغرب هادي، والكوزين ما فاش ضو بزاف، هاد البوله ديالها صغيره قهروني. داك البوله ديال عادي 80 درهم كنجيب وما كيكملوش ليا الشهر كيتحرقوا، ما عرفتش علاش ديال 5 درهم كيبقاو، وهادوك اللي غاليين دغيت يتحرقوا. يلاه معانا للدوش وغنوريكم الخدمه، خدمه الدكاليه. ها انتم اخوتي، انا رصبت هاد الجليجات، شوفوا تبارك الله كيف شو اللي لمعوا. سديت لهم هادوك اللي سميتو اللي كان محلول ما بين الجليجه والجليجه، راه قلت لكم المعلمين ما كيديروش خدمتهم. ها فين واصله، شوفوا اخواتي كيبان لك شكون شي كيسحب كي خص ولاد واحد السيده من العائله. قالت لي واش هذاك الجليج واش داير شي برودوي وحكيه، وقلت لهم هو عبرود ورا الروح تاع الجافي ما خليت، راه هو ملاقينو بالسيمه كحله وما ملاقينوش مزيان، هذيك السيمه حيدات والمعت بما الجوان، هذاك الجوان ماشي الجوان اللي كيتكما منين الجوان الجوان علاش كيقولوا هما كيقولوا لي هذاك سميتو، انا ما عارفهش اخواتي كيقول لي راه الجوان مخلينو خاوي، خاص يقول لك خلو على الاقل واحد ليسباس ويعمر بالسيمه بيضاء. ها انتم اخوتي شوف حال الدوشه، ها انتم شوفوا، ها انتم شوفوا الحاله عدويا، هو سميتو هذوك الخطوطه كيكونوا كحلين دول الضر. كندير واحد البرودي اصلا هذوك بالسيمه بيضاء، وكاينش بلاصه تما محلول بحال تندير تما ونصيفو ان شاء الله نكمل الدوشه. ها انتم اخوتي ها لافابو اللي قلت لكم، ها انتم عرفتي هاد الشيء راه كندير ليه ماستيك، هذا حيدتو درت ليه السيمه شوفوا، والله كنت ما نحملش نشوف هاد لافابو حالته كدايره. وسمحوا لنا على التصوير، عاد غنسالو غندير برود ونحك هاد الشيء. هذا كان بلاصه لافابو الاول، هانت راه كيبان الماء راه غير مع التليفون عندي راه على قد الحال اخوتي. ايوا دابا غادي تا نخدم ونكمل. دابا انا واصله هنايا هاد الجليجات الاخرين، شوف كيفاش كيبانو مناقين السيمه بيضاء. شوف هادوك لا ها فين واصله، شو هيك كيبان بحالها. ايوا هانتوما معايا اخوتي حتى نكمل الخدمه، وهانتوما معايا ايوا اخوتي انا خدمت قريبا سالي. هانتوما الصوار ما كيبانش، ما عرفتش علاش كيبانش مزيان. المهم هانتوما البلايص اللي صاوبتهم راه كتبان السيمه بيضاء. هانتوما اخوتي الزلاته يا خواته، هاداك لي سباس مخلينو خاوي، وركو الطريقة اللي كنصاوب بيها كيفاش كندير لها، شوف كيفاش كنعمر هداك الخاوي تاع الجليج. سمحوا لي على التصوير اخوتي راه ما كيبانش والضو قليل، تعال نوريكم شاد الكاميرا بيد كنصور كنخدم بيد. هانت تا كنسالي هذا كان فيني ودغيا كان فيني، وتعود تكرم لي هذاك السيمه وتكرم لي على الجليج تخسرو، كنعمر في داك الخاوي سباس لي خاوي. هانت شو اش كيبان لكم، شو بلاصه ما صابش كيفاش كتبان، راه صابت عرفت راه من قبيله وانا خدامه. هانت كيفاش تنقى ولا كيبان غير خاصه غير ملي تكرم، غادي نحبس الصور ملي غنسالي ونخليها حتى غدا في الصباح نضربها لها بواحد الفركه بالبرودو. نقول لكم ها انتما خوتي، ها هو كندير سميتو دغيا كندير هذاك كنفين، كندير واحد الزويف وكنمسح هاد الحواشي تاع الجليج باش يبقى غير هذاك السباس هو اللي بقى عامر باش ما يجلخش. ها انتما هالبلايص اللي باقا ما صايبتهمش، شوف كيفاش كيبانو، هو قريبا سالي. ايوا نتوما معايا اخوتي اخواتاتي، ونوريكم الحداقه تاع الدكاليه واش انا حره ولا ماشي حره، ولا انا غير دكاليه مزوره. ايوا الحداب ديالي هاد الدوش هو كملته، انتوما الجليج راه مازال باقي ما تصيقش،
شوفوا تبارك الله كيفاش رجع. ها انتوما بحال الله مجلجه، ها انتوما حبايبي اللي تكرفس لي الجليج، وكانوا داك خاوي ما بين الجليجه والجليجه، وكيصيق وكيشد الوسخ، ولا طلع منه ديك السيمه الكحله. انا وريتكم الطريقه اللي هي ساهله، طريقه مع الدكاليه. انا فبر وريته لكم شو كيفاش عمرت الابريك. انا داك قلت لكم كان كله ماستيك، هذا كله وغامل وحالته، باقي مازال ما صيغتش الدوش. ها انتوما داك اللي عارفيني انتو باش ما تكرمش لي هذيك السيمه. شوفوا الحوايج اللي وريتكم من قبل، ها انتوما خاصها روحها للصيقه. دابا غنصيقو وها انتوما معايا خوتي. ايوا خوتي خواتاتي، هنا كملت الدوش في الصياق. شوفوا كيفاش خارجين معايا، ها انتوما ردوا عليا اللي بغى يصلح دارو الدوش ديالو. سمحوا لي طفيت الضو. ايوا خوتي ها انتوما الجليج كيفاش تنقى تبارك الله ولا كيبريك. ها انتوما بحال الله مجلجاه، خضه ناقص سمحوا لينا، ماشي بحال كيما كاين مباشره. التليفون ما عطاش حقه في التصوير. هادو الفوطات توليدين، ضربتها للحيوطه بواحد الحكه. ها انتوما رجعتو كيلمع. ها انتوما انا باش ما كنردو عليا وقولوا لي ملي تفرجوا في الفيديو خلوا لي شي كومونتيرات زوينين بحالكم. ها انتوما خوتي سمحوا لي مره كنجي في الضو، كنت في الضو نبقى نصور لكم على الظلام. ها انتوما ها انتوما تبارك الله، هذيك الجلسه ما كانش في الدوش، هذيك انا جبت من الرخام، هذاك الطرف تاع الرخام وداروا بحال الكرسي. نبغوا ندوشوا بلا ما نديروا، نقول لكم راه على الكرسي دير الكرسي، كنفرشوا فيه غير شي حاجه شي طالع ولا شي لعيبه وكندوشوا عليه. وصل حكيت الحيوطه رديتهم كيلمعوا. ها انتوما خوتي هنا الفوطات ديال الرجلين علقين، هذو شو الرجلين هذو بوحدهم. ايوا هذا هو الفيديو تاع نهار اليوم، نتمنىكم تقبلوا عليا